السلام عليكم خوس، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جوج فيه 2023. هذا هو البيت اللي دوزت فيه الليله مع هاد الناس، الله يجزيهم بخير. واحد الناس ظريفين الله يعمرها دار، تعاملوا معايا بزاف بزاف، كنتغدى معاهم. دونك البيكره ديالنا واجده، الله يخلف عليهم. البيكره ديالنا هي واجده خوت، الماتيريال ديالنا كلشي واجد الحمد لله، كلشي واجد امور مزيانه. دابا ان شاء الله غنخرجوا من مدينه داكار وغادي نمشيو للطريق ديال طامباكوندا، حيت نورمالمون كاين الطريق من السنغال كدوز على غامبيا، ولكن انا ما اختارتش ندوز على ديك الطريق، غادي ندوز على الطريق اللي كتدي للحدود ديال غيني كوناكر. يعني غنديو غنترافيرسي غامبيا، غنيفيتيها، يعني غنمشي مع الطريق ديالها، غنمشي بحال قلتي الشرق الجنوبي ديال السنغال على هو الحدود ديال غيني كوناكر. شكرا لكم الخوت على الدعوات ديالكم، شكرا لكم على التفاعل ديالكم، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم حتى نتوما ان شاء الله كل واحد يوصل داكشي اللي باغي. وان شاء الله الطريق ديالنا ديال الحج. شكرا لك سي امان، شكرا بزاف السيد اللي مستضافني عنده، الله يجزيه بخير. دونك هادشي اللي كاين ان شاء الله، الطريق ديال الحج ان شاء الله باقا طويله، وغادي نوقفوا واخا في غيني كوناكر ان شاء الله باش غندوزو رمضان ان شاء الله الى كتاب. دونك هادشي اللي كاين دابا، غنخرجوا من مدينه داكار ونتوجهوا في الطريق ديال طامباكوندا. هذا هو الصديق اللي كنت دوزت معاه الايامات، سميتو بابا، وهذا الاب ديالو امان، الله يجزيهم بخير. الناس دري في اللي عمرها دار. اوكي مسيو تي بو دير كي شوز على سبيكتاتور، ميرسي بوكو، ميرسي توجي. On te souhaite que tu arrives à la mer avec la paix, tout ça, zéro difficulté. Inch'Allah, merci beaucoup. Dieu te bénisse, tu es une bonne personne. Merci toi aussi une bonne personnalité. Je te souhaite le bon, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu peux, Inch'Allah, tu dois réaliser. Que Dieu réalise ton rêve, Inch'Allah. Merci beaucoup pour M. Aman, il est le père de la papa. C'est lui très étranger aussi. Et mes mères aussi. Merci beaucoup pour ce qu'il a fait avec moi. C'est très gentil. Il y a tout fait. Oui, oui, merci, c'est ça. Merci, c'est comme ça la vie. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu aussi, tu vas arriver à la mer. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ok, d'abord, je suis avec papa et Aman. Je suis avec mon frère, je suis avec mon frère. Je suis avec الله يجزيهم بخير. هذا هو الحي اللي كنت فيه، جرام مدين، واي واحد جا لداكار راه يقدر يستضيفو بابا، سابري بابا نين سميه ديالو بابا. دونك دابا غادي نكمل الطريق اخوت، نحيد لاكام دابا باش نخرج من داكار ان شاء الله ونبارطاجي معكم الاجواء. احنا دابا اخوت واقفين في واحد ستوب هنا كنتسناو الحركه تدوز، ولاحظت هنايا اخوت واحد القنطره كيصاوبو فيها. هادشي باش عجبتني مدينة داكار، فيها الأشغال خدامين كيديفلوبيو بزاف في الطرقان ديالهم. شوفو تبارك الله على قنطرة كيصاوبو فيها، قنطرة كبيرة هي دايرة هاد الموتياج هاد. المهم دابا راني خرجت من داكار، شوف معنا كيما فيكم اخوت، عالم واحد الجيفور عالم ميمكنش. دونك دابا داكار خرجت منها، محسوب انا خرجت منها، وباقي البنايات كيما كتشوفو احياء اللي خارج داكار. كاين بزاف ديال الكارتي على برا ديال داكار، حيت داكار دايره بحال شي جزيره داير بها الماء، ناس الداخله وناس الخارجه. هاد الطريق ديجا كدوز تمنا، دابا خاصني نوصل لواحد البلاصه عاد نقلب الطريق، نمشي الطريق ديال اليمن على اليمن، فهمت؟ باش نكمل الجنوب ديال السنغال ان شاء الله. انت اللي جيتي لداكار غتلقى بزاف بحال الكرارات هادي، كيتزادو اي حاجه هاد النوع هاد، عندو العود عود، كاينين وحدين اخرين كيكونوا دافعينها بيديهم. وراحت ليزانس الخوت والغازوات الثمن ديالو تقريبا مازوت داير 750 صفر، اللي هي تقريبا تولود ديال 17 درهم، ماشي تولود، تولوتين، يعني بحال قلتي تقريبا غتكون واحد 12 ولا 13 درهم، وليسانس داير 17 ولا 16 درهم. فوالا، انا هضرت مع هاد الدراسة خويا، حيت راه كاينة الغبرة بزاف، راه عينيا تعمى وحق الله. جا أصعب حاجة كاينة في الطريق، اللي تقريبا هما هادو الأولانية الطاكسيات هادو، هاد الليمونيين، وهاد الترونسبور اللي قدام ركيز الباشا. راه ما يمكنش اخوت عندهم شي سوقان، رشوا واحد اللقطه قبيله راه كيكلاكسوني من نيتو تيتيت، اللي ما حيجيش من الطريق ضعتي. عندك هما الطاكسيات دوك اللي فيهم الكحل والحمار، هو الليموني كاين اللي فيه الليموني كاين اللي فيه الصفر. البارح ديك النهار فاش كنت داخل ضربني واحد، جاب ضرب لي علي ساك، ما عادانيش بزاف الحمد لله، وموقف ما والو، ما قالش تسمح لي، ما قالهاش كثيره وزاد بحال ما كاين والو عادي. قلت للعشران قال لي يا خويا هذوك مدش دير نتايا بحال انت عندك العقل، هما ما عندهمش العقل. ديت واحد العازر هادي تقريبا مستنصفه باش نتبردوا به، لان الحراره الخوت و لوموتياج راه الزحام،
دابا 30 كيلومتر باش خرجت ولا 32 وباقي ما وصلتش للطريق اللي خاصني ندخل على اليمن واحد البلاصه سميتها ديامن ديادو واحد السميه علام تعلمتها امس ديامن ديادو جيت وحده يجي واحد كنقول ديامن ديادو تيقول لي واو هي زعما فهمتي واو هي وي ديالهم. واخيرا وصلنا لخوت ديامن ديادو هي ديامن ديادو من هنا غادي نمشي كاين واحد الرومبو وقيله تما غندخل على اليمن حقا ندير واحد الوقيفه السراح لانني واحد الخرجه صعيبه بزاف هذا خصني نحيدو من هنايا غنديرو فوق لادونت وهاد الساك كندخل تحت من الكرسي لان هادشي مابقاش خدام ليا يعني ما كتشوفو كلشي كيديكالا ديك الجهه دونك زامي ميرسي بوكو. واخيرا وصلنا الطريق اللي غتدينا لمدينه تامباكوندا اللي كاينه في الجنوب الشرقي ديال السنغال وهاد الطريق اللي جاي من الطوموبيلات الخوت اون فاس معانا على اليسر هادي الطريق اللي جيت منها اللي كتجيب من سالو دابا غنشدو الطريق غادي نتمو غادي معاها على حساب الخوت ما هدرت انا وامان البارح على هاد الطريق هادي قال لي هاد الطريق هادي اللي كتجيب من الحدود ديال مالي كاينين اللي كاميون هنايا بزاف كيجيو من مالي قال لي رد معاهم البال وبغيت نقلب زعما على شي طريق اخرى الخوت ولكن ما لقيتش هاد الطريق هادي هي اللي كاينه طريق رئيسيه وما كايناش شي بيست واحده اخرى تقدر تمشي منها ولا شي حاجه دونك حنا خاصنا نصبروا ونردوا البال بشويه علينا وتمنياتكم الخوت الدعاء الدعاء كثروا الدعاء باش ربي يسهل علينا ان شاء الله شكرا لكم بزاف. وقيفه هنايا خوت واحد البلاصه مبرده زوينه وكاين واحد الشجيره هنايا وجيت حطيت الماتريال ديالي نيطويت داكشي جبت الماعن شي حاجه ما غسلت ما والو غسلت الماعن كاملين كلشي عندي دابا نقي عرفتي شحال ديال الماء راه قرعان وبقى فيها والو جو بقات فيها واحد الجغيمه نقيت مزيان دونك هنا درت واحد البريريد ها هو كيطيب الخوت بغيتكم الخوت تنصحوني شي عيبه من غير باش نبقى نكوفري بها العافيه باش ما تبقاش داعي العافيه بزاف انك يكون الريح في الطريق ما كنقدرش نطيب بزاف دونك الكارطونه صراحه كان قال لي واحد الشيفور وباقي ما جربتهاش صراحه قال لي دير كارطونه صغيره باش تقدر فيها البوطا وتطيب فيها مزيان خاصني نجرب هذه القضيه الا كاينه شي فكره اخرى من غير الكارطونه بارطاجيوها معايا مش عارف تبارك الله كاينين الدراري كيتريبيو بزاف ومتبعينا شكرا لكم كاملين الخوت العزاز درت واحد البصيله هنايا قطعت غير النص ديالها درت معها شويه العطريه كنحركهم هكا باش تطيب ديك البصله مزيان تطلق بعد من بعد غادي ندير سميتو ندير البيض غنوريكم البيض هو هذا اللي خديت هذا المقيله عطاتها لي خوادريه شكرا ليها بزاف هذا هو البيض اللي خديت هذه تقريبا كدير 125 صيفه يعني جوج بيضات 250 صيفه يعني هانتوما اللي قلت لكم راه كنعاني مع هاد اللعيبه حيت كاين الريح كيدفع ديك السلايه ما كتبقاش شاده مزيان صبر نحط البيضات فوالا المهم نكمل لكم معلومه ونستالي التصوير كما قلت لكم 250 صيفه هي 17 مقسومه على 4 كتعطينا 16 4 دراهم 4 دراهم ونص جوج بيضات هنايا خوت خديت واحد الخبيزه حتى هي ب 200 صيفه اللي هي تقريبا شي واحد سبايدر في الناسخه الكاميرا سبايدر صغيره دونك كما قلت لكم 200 صيفه اللي هي تقريبا 3 دراهم ونص يعني المعيشه غاليه عندهم الخوت وقررت اليوم نطيب من كل شي حاجه اللي كتشبعني حيت الناس وصاوني بزاف قالوا لي ما تبقاش تاكل في الزنقه دونك خصنا نديرو بالوصيه ديال الناس ضروري واخا ما كناكلش بزاف غير زدت سندويشات خفافين ولكن صراحه ما تنشبعش دونك قلت اليوم غندير البصيله وغندير ميطه سميتو ميطه شمع ما عنديش عندي غير البيض وقبيله قلت لكم المقيله عطاتها لي الخوادريه لا المقيله عطاتها لي الوالده والمعلقه اللي عطاتها لي خوادريه هاي المعلقه ديال العود زوينه شكرا لك اختي شوره الله يجزيك بخير دونك حنا دابا سالينا طياب الخوت كما كتشوفوا هذه هي المقيله طلعت بهذا الشكل مقله صحيه في البصله وبيض وفيها العطريه مزيان العطريه ديال المغرب وكامون حتى هو غنبرد عليها باقي عندي الكامون ديال المغرب وعندنا التالي كويس ديال التيتا هو كشكيشه ديال واحد شويه ودابا غناكلو هذا هو الكومير شوفوا شي كيفاش جا حياة
اوكي دابا الخوت من بعد ما تغدينا الحمد لله بغيت نوريكم الطراجي اللي غادي ندير ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا البوان الزرقاء هذه هي فين كاينين حنا دابا، وهنايا كاينه دوله غامبيا اللي كاينه في وسط منها دايره بها السنغال. عفوا انا غادي نمشي على هذه الطريقه هذه حتى غنخرج لهنايا، كاين واحد البوان هنايا سميتها تامباكوندا، واحد البلاصه سميتها تامباكوندا، ومن هنا غنهود الحدود ديال غينيا كوناكري اللي هي هذه. فوالا كما كتشوفوا معايا دابا هذه هي غينيا كوناكري، هذه كامله غينيا كوناكري، والعاصمه ديالها كاينه هنايا جدار البحر. انا ملي غندخل من هنايا غنمشي على هذا الطريق هذا على اليمين، غندور على اليمين وغنمشي على الطريق ديال البحر وغنكمل الطريق حتى الجنوب ديال غينيا كوناكري ان شاء الله، الحدود مع كوت ديفوار. ها هي كوت ديفوار فين كاينه، وغادي نوقف هنايا باش ندوز ان شاء الله رمضان في شي بلاصه، لان رمضان ما غاديش نتحرك فيه يكون صعيب بزاف بيكالا. ونكمل لكم الطراجي كامل كوت ديفوار غانا توغو بينين نيجيريا توغو بينين نيجيريا، عندنا كاميرون غابون كونغو برازافيل كونغو كينشاسا اللي هي هذه كونغو برازافيل كونغو كينشاسا هي هذه الكبيره، ونوراها غندخل تنزانيا تنزانيا كينيا اثيوبيا السودان ايجيبت السعوديه ان شاء الله. هذا هو الطراجي اللي داير، يعني غادي نمشيو عفوا غنمشيو من غرب افريقيا الوسط افريقيا الشرق افريقيا وعاد ندخلوا السعوديه ان شاء الله. هذا هو الطراجي. الحاجه الثانيه اللي باغي نبارطاجي معكم الخوت هي البيكالا، الباجاج ديالي كيفاش داير. كما كتشوفوا هذا السيكان الساك الاولاني، هذا الساك مربوط مع هذا الساك مع بعضياته، شتيو هما ملاصقين كنلصقهم هنايا، وكنجيب القرعه د الماء الكبيره كنحطها هنا من الفوق منه فوالا، وكنحط هذا الساك هذا اللي فيه الحوايج اللي قرابين اللي كنبغيهم بزاف بحال الكاميرا بحال بانو سولير بحال الفلوس باسبور داكشي كامل كنحطو هنايا، كنحطو فوق من هاد القرعه هادي فوالا. ياك غادي معايا ياك واخ. هذا باغي نجيو للور، هذا الساك اللي كتشوفوه كبير هذا فيه الحوايج، فيه شي حوايج وفيه واحد البنو سكور دايرو هنايا في الوسط ديالو، وكاين واحد جيليت سوفطاج ما ربما نحتاج نعوم شي بلاصه غنبغي نحتاجو حيت ما كنعرفش نعوم في الفندق، وقدر مع الوقت قدر نبيعو ما لقيت شي واحد يشري من عندي قدر نبيعو لان ما احتاجيتوش بزاف. دونك هنايا في هذا الساك هذا اللي معلق في هذه البلاصه فيه الطابيه اللي كنعس فيها، وفيه البياس دي بنو، فيه ماشي بنو شومبرير، كاين شومبرير كاين ماكينه الحسانه كاين بزاف ديال البياس عندي هنايا، وكاين اخر القران حتى هو قران كبير واخد واحد البلاصه كبيره. دونك هذا الشيء اللي كاين في هذا الساك هذا انتم كتشوفوا معلق في هذه الجهه. ندوزو الساك الثاني، الساك الثاني او الخامس اخر ساك هو هذا، هذا فيه البيسي كامل حطوه هنايا في هذه الجهه، وهذه الزيت وهذه قرعه باش كنكشف بها الا كان عندي شي سميتو شي بياسه في الشومبرير، هذه طاقه من الوسط كندير فيها الماء والتيد باش كتبين لي الثقبه في البلاصه. دونك هذا الشيء اللي كاين. حاجه ثانيه هذا ما تيكونش هنايا، هذا تيكون في السيكان الاولين عاد حطيته دابا، هذه القرعه عطاها لي بالي باقي ما استعملتها خصني نغسلها. هذا الساك الكحل اللي كتشوفوا صغيور حيد هذه باش يبان لكم شتي كتشوفوا، هذا كندير فيه شي لعيبات نقدر ناخذهم مثلا بحال شي لعيبه اللي خديتها في الطريق ولا شي حاجه كنبغي ما كنلقاش فين نديرها كنديرها في هذا الساك هذا. اوكي دونك حاجه الاخرانيه هي لاطونت، لاطونت اللي كما قلت لكم قبيله كانت هنايا الزيته حطيتها الفوق لان باش الساك يبقى ثابت. دونك هذا الشيء اللي كيعني جباده رابط بها من هنايا مع الكرسي باش كنربط على الثاني مع هذا الكرسي اللي كاين هنايا باش كيجي داكشي طاندي مزير مزيان. وعندي وحده اخرى جباده ماشي جباده هذه بحال القنبه، كانت جباده في الاول دابا مابقاتش مجباده صافي ولات بحال القنب، كنربطها على الساك هذا كنلوي عليها باش يبقى محكوم من اليمين ومن اليسار وكنحكمو من الوسط باش يبقى داكشي مطاندي صافي. هاد الجباده حتى هي كنربط بها القرعه وصافي، ملي كنربط القرعه كيتفيكس داكشي. الحاجه الثانيه اللي بغيت نبارطاجي معاكم هي العصا، قال لي واحد شحال من واحد قال لي دير العصا باش بقات كاليبر بيكال. ديجا سييت هاد البلان وكان خدام مزيان صراحه، ولكن المشكل اللي كنت كنلقى فاش كنجي كنبغي ندير العصا هنايا هاد الكرسي هذا تياكل الدق ديال بصح، الكرسي كيبقى يعواج ما كيبقاش مزيان. والحاجه الثانيه اللي خايبه في العصا انك كتبقى دايره كتبقى هي خاص تكشيها هنايا في هاد الجباده، يعني كتبقى مديرونجياك كتعطي منظر خايب. والحاجه الثالثه اللي هي اللي ما خلاتنيش كاع نبقى نستعملها هي هاد ملي كتثقل انت لقدام ومع اللور كتكالي به بحال هكا هذا كيدور كيطيح كطيح بيكالا. شحال مره وقعت لي في المغرب هاد البلانات هادي، دونك حيدتها وليت كنفضل انني نلقاش بلاصه باش نكالي فيها بيكالا احسن. وحاجه الرابعه هي انها كتبقى تزعم كتبقى ديما توقف
حق ملي ما كتكونش عندك العساق صافي كتبقى تقلب على البلاصه اللي تكون زوينه توقف فيها و او ميم طو كتبقى غادي اما العصا كتبقى تحكزك دابا غنوقف هنا غنوقف هنا غنوقف هنا ما كتبقى طيح لك بيكالا دونك احسن حاجه اختاريت هي انني نحيد العصا ونستعمل سميتو نستعمل لي صات كاين لي بيهم بيكالا حيت البيكالا ما فيهاش بيك ديجا جربت البيك من الجهه الاخرى ولكن حتى هو تهرس فهمتي تخلص فرشت عليه تقل وتهرس ولا بغيت ندير بيك القدام بيكالا عاليه الروايه 27 ونص خاص البيك ما عنديش كيفاش نصبه هنايا دونك هادشي اللي كاين دابا انا بارطاجيت معكم هادشي باش تونجاجاو معايا باش تعرفوا كيفاش غادي في هاد الرحله هادي والحاجه اللي نسيتها هي الصلايا اهم حاجه هي هادي اللي كنفيكسيها هنايا تنخشيها هنايا في هاد البلاصه في هاد الجباده صافي كتزير الحمد لله الخوت بعد ما درنا ديك المقيله هذا رجعنا الثاني ناشطين في الطريق باش نكونوا موقدين في الطريق لان الطريق يحتاج الطاقه خصوصا ديك الخرجه ديال داكار استنزفج مني واحد الطاقه بزاف دابا الحمد لله اليز كلشي هو هذاك حنا دابا شادين السول حتى نوصلوا فيما وصلنا درت واحد الوقيفه خفافيه العازل هنايا الله يجازيه بخير هو هنا فين هذا ما الفري جون شي بزاف فيها عمر ليا كان عاد الماء هاد الريحه وضيف قدامي الراب قدامي ليه قدامي اللي كيصوبوا لي بنو ديال لي كاميون باسكو هاد الطريق هادي فيها لي كاميون بزاف كما كتشوفوا وصلت لواحد المدينه سميتها مبورة الخوت مدينه اللي كبيره بزاف عيط لبابا عيط لي في التليفون قال لي من بصر مبور حصوني عليا ولكن ملي ناس في جامع ديال مبور ولكن كيبان لي مدينه كبيره بزاف فهمتي دونك ما كاين غنخرج منها من الاحسن وتلاقيت نيس بارازار مع واحد السيد سنغالي طاب عليا مسكين و كيسول فين غادي فين جاي كدا هادي عجبو السيل قال لي ناخذ شي تصويره وعطاوني تسميه ديال لاشين دابا كنا تنخوت لاننا غادي بواحد بون فيتيس صراحه ما عرفتش علاش ولكن المهم متحمس وصافي انا كما قلت لكم كاين واحد المسجد هنايا كبير في هذه المدينه ديال مبور وجيت خليت البيكالا راهي في ديك الاتجاه وطلبتهم باش زعما ندوز لانوي هنايا الساعه ما بغاوش ماشي ما بغاوش قال لك ممنوع قال لك كاين ناس الناس هنايا وقعوا شي مشاكل عرفتي راه الدخله ديال المسجد كيدايره تبارك الله داكشي نقي نقي هكا كيدير الناس خدامين كيشطبوا حنا غنشوفوا كاع واحد السيده هو كيشطب هنايا والنخل ما شاء الله شوف شحال ديال النخل عرفتي داكشي صارعين وتبارك الله ما شاء الله ها هو المسجد شوفوا خوت كيفاش كيبان ما شاء الله واه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعم ما كراش ندوز الليله هنا شي بلاصه حدا هذا الجامع الزوين ولكن ممنوع على الخوت انتما كتشوفوا الله على المسجد شحال زوين علم الله الداخل ديالو كي غادي يكون الخوت نضربوا شي دويره الداخل شوفوا كيفاش غادي يكون شوفوا الدخله شوف 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 والله الا روعه الخوت وحق الله دابا نعين وصافي ما غاديش نقول لكم بالضبط كيفاش داير هو سادين باقي ما حلوش حتى المغرب على مسجد تبارك الله ما شاء الله مشو مسجد المبور داو على السميه ديال المدينه على السميه ديال المدينه في اربعه مأذنات واحده هنا جوج ثلاثه اربعه كاينه واحد القبه كبيره راه هي كاينه قبه هنايا كاينه قبه واحده اخرى ترى مبني تبارك الله بواحد الطريقه مخدومه صارعين وخاسرين عليه فلوس ها واحد القبه واحده اخرى عاد ثاني هاي تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيبان داك الشيء ما شاء الله المهم خليكم مع السينماتيك دابا حنا خلينا الجامع كما كتشوفوا الدراري هنا شوف شحال من واحد كيشطب كلشي خدام تبارك الله عليهم الله يجزيهم بخير هذه الطريق اللي جيت منها من هذا الاتجاه وانا غنمشي في هذا الاتجاه ان شاء الله ما عرفتش فين غادي ندوز الليله عيطت لبابا مسكين هو اللي قال لي جي لهذا الجامع هذا عيطت ليه قلت له راه ما خلاونيش ماشي مسموح دونك دابا غنشوف فين نقضي الليله خصني نقلب على شي بلاصه واش شي ستاسيون واش شي جامع اخر نخرجها واش شي جهه ديال الفيلاج ما عرفتش المهم على مولانا الحمد لله الخوت يسر لنا الله في واحد الدراري هنا في واحد ستاسيون ديال طوطال الدراري ظريفين الله يجزيهم بخير قبلوا انني ندير الخيمه هنايا وقالوا لي خليه البيكالا هنايا في هذه البلاصه حتى من بعد تخوى شي بيت في الجهه هذه وغادي نمشي ليها واقيلا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى دونك الله يسر الامور حتى شنو هو الساعه ديال الغروب صافي ما بقى والو المغرب غيغرب دابا
لا ديما تنقولها في فيديوهات المغرب غيغرب الشمس غتغرب والمغرب قرب يودن. بقيت مريح في هذيك الكوان اخوت كنتسنى واحد شويه ويجي عند الدري جابني لواحد البلاصه تقريبا فهمتي في ستاسيون. دابا انا باقي في ستاسيون نفس ستاسيون اللي جيت فيها بالاول صافي حطيت البيكان درت لها الباج ديال لاطونت ضربت لاطونت ديالي في هذا الاتجاه وصاوبنا نعم سيدي لي بار عرفتي طلعت واحد لي بار ما نعرفش لكم كولور فيها واعر غنوريكم لاصوص اللي استعملتها فيها كما كتقول لكم اخوت هذه لاصوص هذه لاصوص ما خديتها خديتها من مدينه الداخله وبقات عندي مدينه الداخله وهاد لاصوص منين جايه اصلا جايه من السنغال والله الا جايه من السنغال عاد فكرت مات لي لافيش ديالها في الطريق وعاد فكرتها دونك واحد السوجي بغيت نهضر فيه اخوت ما حد باقي الحال ديال واحد الدري قال لي اخويا من احسن تبقات طونطي واخد الفكره مع دياتين سقلي. شوف انا فيديو دياتين سقلي راه مفرج فيهم كاملين وبزاف نصائح ديالو خدام بهم صراحه ولكن كاين شي حوايج ما كيتادابطوش معايا انايا هو كيتادابطو معاه هو فهمت مثلا داك البلان ديال انك تدخل لشي بلاصه ما يشوفك حتى شي واحد نعس ترونكيل هادي راه مزيانه ما تنعسش حدا البشر كذا هذاك البلان خدام معاه هو انا ما خداش معايا فهمت انا نعست في الخلا ونعست في هادي ما كنرتاحش في الخلا دونك هادشي اللي كاين اخو دابا غنجربوا لي بات ديالنا كيفاش جات بعدا لي بات اليوم غنقول لكم اخو ناديه غنشوف وين انت شوف مع السلامه مع السلامه ناضيه واخا ناقصه شويه الملح ولكن ناضيه. السلام عليكم اخوت مرحبا بكم في النار. هذه هي ستاسيون اللي نعس فيها الليله هذه هي الطريق نعس في هذه البلاصه كدير لاطونس في الخيمه دابا جمعت الماتيريال اليوم 3 فيفري 2023. هذه البلاصه معروفه بواحد الشاطو شاطو كبير كاين هنايا ديال الماء كاين هنا نيت واحد السوق ديال الماشيه كاين عندهم حتى البقر هنايا السوق كبير كيبان لي هذا ولكن ما عامرش بزاف كاين فيه الماشيه فيه بزاف دونك دابا الخوت غنكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله الطريق ديال تامبا كوندا درنا البارح تقريبا شي 94 كيلومتر غادي نخرجوا نشدوا الطريق ديالنا كيف العاده باقي ما فطرتش فطرت شي واحد شويه ولكن باقي ان شاء الله غنريح شي بلاصه نصوب شي دقيقه لانني ما كنتش مرتاح هنايا انا دابا رجعت للطريق الخوت باقي واحد شويه البرد داكشي علاش لابس الجاكيطه جيت للمدينه ديال المور جيت على البحر قريبه بزاف من البحر دونك خديت واحد الخبيزه حتى هي الناس ديال السنغال الناس رايفين وقفت على واحد السيد بغيت ناخذ معنا الخبز ساعه ما لقيت عنده سخر واحد الدري صغير مشى جاب ليا وجا رايفين بزاف كيتعاملوا مع البراني كيشوفوا براني كيبغيو يقدموا لك اي حاجه اي خدمه البارح دوز واحد الليله زوينه صراحه ما كانش شني ولا لان كان الريح شني ولا كيقضي عليها الريح رجاحيت صراحة والله إلا نعس مزيان نعس مع شي 9:30 ديال الليل وفقت مع 5:30 ديال الصباح صليت الفجر وعاود تكيت واحد ساعة وجاو الدراري ديال ستاسيون فيقوني قالوا لي النودر غادي يجي باترون خاصك تجمع لاطونت صافي وجمعت لاطونت بكري اليوم وقفنا في هاد البليصة نديرو واحد الدقيقة ديال أتاي هاهي كتصاوب عندي هنايا الخبز واحد الخبيزة شريتها هادي الخبزة اللي جابو لي الدراري في الصباح البرد هو انا كيطيب درت له هذا الكاربي بهذه الطريقه ندير معاه ندير الخبز وندير الشوكولاته ان شاء الله